السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الرابع من أدوات وطرق إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم. معنا بقى موقع المرة دي جميل جدا، هيساعدنا في إنشاء الدروس والاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل عليك إن أنت بتحدد الدرس اللي أنت عايزه، مثلا في أي منهج من مناهج التاريخ، والسن كام، يعني ممكن نفس الدرس يشرح لحد في ابتدائي وإعدادي ثانوي جامعة، فتقول له مثلا عايز منهج احياء مثلا يناسب طفل في 5 ابتدائي، وهيساعدك في ان انت تجهز النقاط المهمه للدرس، ان انت تجهز الاسئله بحيث تقيس هل الطلبه فهموا الدرس ولا لا، تقدر تحط ريسورس زي كتب بحيث ان هم يقراوها من خلال هنا. ممكن تدي رابط فالناس تبدا تتعاون مع بعض، ممكن يساعدوا بعض في ان هم كل واحد يراجع النتائج او اختبارات بقيه زمايله فيتعاونوا مع بعض في الدرس. دي من ضمن المواقع الكويسه جدا في التعليم. طيب عندنا موقع هيساعدك ان انت تدور على معلومه ويجاوبك على اي سؤال هتساله له من خلال الاوراق البحثيه، يعني هو مش هيدور في النت، هو هيدور بس في الحاجات الاكاديميه بس، تمام، زي ريسيرش جيت مثلا، زي جوجل سكولر وهكذا. فممكن اي سؤال هتساله له عربي او انجليزي هيبدأ ان هو يدور بس في الحاجات الاكاديمية، اي سؤال هيبدأ يجيب لك من الاوراق الاكاديمية، وهنا تقدر تحدد السورس بتاعت الاجابة، وممكن في لاتر تقول له مثلا انا عايز الاجابة من الابحاث المنشورة من سنة كذا سنة كذا، فتحدد مثلا انا عايز الاجابة من الابحاث الاخيرة، مش عايز ابحاث قديمة في الموضوع ده، تمام. منذ ممكن تقول له من خلال مثلا 2022، يبقى 3 سنين دول هم بس اللي تعمل سيرش فيه. والامباكت فاكتور ممكن تقول له انا عايز الامباكت فاكتور لازم يكون عالي، ودي الريفرنس. فكده انا قدرت اعمل بحث علمي اكاديمي بالمصادر بتاعته، ما فيش حاجه فيها جايه من موقع مش علمي مش اكاديمي، فالموقع ده هيفيدك كتير جدا لو انت بتدور على المعلومات الصحيحه. في برضه محرك بحث عشان يساعدك في العثور على انسب قاعده للمعلومات الموقع دوت، تقدر تكتب اي سؤال انت عايزه وهو يبدا يعمل سيرش ويجيب لك المعلومات اللي انت عايزها. الميزه في الموقعين دول ان هم معتمدين على موقع سكوبس وجوجل سكولر ولينس.org وهكذا. كل موقع اللي موجوده هنا مواقع اكاديميه، فتقدر تاخد المعلومه موثوق فيها بالمصادر بتاعتها. طيب الموقع دوت هيديك الاقتباسات كلها، هتكون حاجات صحيحه تقدر تتأكد منها بشكل علمي وأكاديمي، لأن في طبعا كتير صفحات كتيرة فيها أخطاء، تمام. فأنت لو بتسأل أي سؤال هيبدأ يجيب لك المصادر العلمية اللي جاب منها المصادر ديت، ويجيب لك الاقتباسات، يعني البحث ده اقتبس من كذا وفي كذا اقتبس منه، فيبدأ يجيب لك الاتنين بحيث تتأكد إن البحث ده مدى قوته. هو بيرتبط بقى بمواقع ذكاء اصطناعي مثلا زي كوبايلوت، فتقدر اي واحد فيهم توقفه وتشغل تاني لو انت عايز، تقدر تعمل فلتر، تمام. انا مثلا عايز المعلومات من 2021 لحد النهاردة، ويكون في قد ايه اقتباسات، ويكون اوبن اكسس، مش عايز حاجة تكون بفلوس، عايز كله يكون يدور في الحاجات اللي هي المجانية بس، وتقدر تعمل شير لو انت حابب. فموقع جميل، هتلاقي فيه شوية مزايا حلوة، وبتلاقي الإجابة موثقة بالمصادر العلمية بكل حاجة بالاقتباسات، تقدر تسيف البحث دوت بحيث تبقى ترجع له تاني. طيب عندنا موقع مثلا يساعدني في الكتابة قريب من شات جي بي تي، لو انت عايز تكتب عن اي موضوع بتسأله ويبدأ ان هو يديك الإجابة العلمية الأكاديمية. ممكن تقول له مثلا اكتب لي الدرس، اكتب لي المحاضرات، فيبدأ ان هو يكتب لك الحاجة، لكن انت اللي هتقول، فلازم تتأكد من كل معلومة، تتأكد من التواريخ، تتأكد من المعلومات كلها على اساس ايه ما يدكش معلومة يكون فيها اخطاء. طيب في دوت بيبربال، دوت بيساعدك ان تكتب كتابة اكاديمية، كأنه بيراجع على المشاكل بحيث تتأكد ان انت كاتب بطريقة كويسة، وتقدر انت تطبقه عندك جوه الام اس وورد بحيث يساعدك في اي حاجة تكتبها. ممكن ترفع ملف او تبدأ ملف جديد او تسطبه في الوورد،
وانت بتكتب لو في اي اخطاء يبدأ ان هو ينبهك ليها. وفي سكولار لسي ده مساعد شخصي ليك، ممكن تديله كمية ابحاث علمية هو يبدأ يعمل لها ملخصات ويبدأ ان هو يساعدك في البحث العلمي بتاعك. فترفع الملف وتقول له مثلا لخص لي، اعمل هايلايت، اعمل ابستراكت، اعمل سامري، كل اللي انت عايزه، اشرح لي الكلام ده كله انا مش واخد بالي منه. فمجرد ان انت ترفع ملف ويبدأ يشرحه لك بشكل قوي. اي ملف عندك على الجهاز تقدر ان انت بعد كده تسأله، سواء اكس ام ال او بي دي اف او وورد او اي حاجة من الحاجات ديت. طيب اول ما ترفع الملف ممكن تدخل في السيتنج وتقول له مثلا نمبر اوف سكولر هايلايت، السمري لينس قد ايه، السمراي باي سيكشن، ري رايت، اكتبه بصيغه ان شخص اخر هو اللي بيتكلم، وهكذا. فتبدا ان انت تشوف الملخص اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه. بعد كده عندنا شات بي دي اف، يعني ترفع ملف البي دي اف وتسأله ويبدأ ان هو يجاوب معاك. الموقع ده فعلا كان اكتر موقع بستعين بيه، لكن حاليا الحمد لله شات جي بي تي بقى فيه الخاصية ديت، فاوتوماتيك بدل ما بقعد ادور على شات بي دي اف بدخل على طول على شات جي بي تي واقول له خد الملف البي دي اف دوت، وابدأ ان انا اناقش الشات جي بي تي نفسه. تمام، ده زمان انا كنت بسأله بعض الحاجات، يعني دي حاجات قبل كده رفعت له ملف وببدأ ان انا اسأله. طيب في ده بتسطبه بيبقى معاك في جوجل كروم على طول، بحيث لو انت شغال في اي لحظة، هو عبارة عن ادنس موجودة في جوجل كروم، تقول له انا عايز تلخص لي البحث اللي انا فاتحه دلوقتي، فاوتوماتيك تلاقي الملخص موجود. عايزك تشرح لي الجزء ده، عايزك تقول لي المواصفات دي، وهكذا. فاي جزء معين في البحث الاكاديمي تدوس عليه وابدأ اقول له مثلا اشرح لي، لخص لي، طول، قصر، زي ما انت عايز. من المواقع الظريفة يعني. طيب الموقع دوت هيجيب لي، انا مثلا بعمل سيرش عن حاجة فبيبدأ يقول لي اذا كان في ابحاث مشابهة للبحث اللي انا بتكلم عنه، فده بيسهل لي ان انا ابقى على اطلاع باخر الابحاث الموجودة. فممكن تبدأ ترفع مثلا حاجة معينة، بيقول لك اعمل دروب للبي دي اف او اعمل فايند بيبر، اعمل سيرش على بحث معين، ونبدأ ان احنا نشوف ايه الابحاث اللي ممكن تكون مشتركة في نفس الداتا. فهنرفع له الملف، هيبدأ يعمل له اناليسيز، يبدأ يشوف ايه الكلمات اللي، وممكن تبدأ تعمل له تحط المعلومات اللي انت عايزها بحيث ان هو يبدأ يشوف. ممكن تسأله يعني كأن شات جي بي تي بس بيدور في الورقة دي بس، مش بيدور في كل حاجة. فتقدر ان انت تسأله وتقدر ان انت تستفسر عن اي معلومة انت عايزها. ممكن تدور مثلا تقول له انا عايز ادور على الابحاث الخاصة بمجال البيم او بمجال كل دي ابحاث، هو دور في اللي انت الملف اللي انا رفعته له الاول اللي ممكن يكون ملف كبير، وبعد كده ممكن يدور في ملفات تانية. طيب تعال نشوف مواقع تانية. ده هيربط لي بين الافكار والابحاث المشتركه، بيربط بينهم بشكل يكون ايه، كان في صور مرتبطه ببعض، في حبال بينهم، كان احنا بندور على قاتل متسلسل او كده. فكرته ظريفه ان هو هتديله بحث معين، يبدا يقول لك البحث ده اقتبس من فلان وفلان اقتبس منه، فيبدا يعمل لي شبكه بالشكل دوت. تمام، ان فلان ده اقتبس من فلان وفلان وفلان، البحث ده اقتبس من فلان وفلان وفلان، فبيبدا يربطهم لي. اي حاجه يعني اي ابحاث هيقول لك والله البحث ده مين اللي خد منه وهو خد من مين، فبيربطها لي بشكل جميل جدا بحيث ان انا اقدر استوعب التطور في التاريخ اللي حصل. الموقع ده لو انت بتتكلم هو بيحول لك الكتابه دي، لو انت بتتكلم بيحول لك
الملفوظ، الحاجة اللي لفظتها، الحاجة اللي خرجتها من فمك لكلام مكتوب. فهو موقع جميل يعني، ممكن تكون انت مكسل تكتب، فانت مجرد ان انت بتشغل المايك هو يبدأ يحول الكلام لحاجة مكتوبة. ودي من ضمن الأدوات الذكاء الاصطناعي القوية جدا يعني. طيب دي آخر حاجة النهاردة، وبعد كده نكمل بقى ايه في محاضرة تانية. الموقع ده برضو من المواقع الجميلة اللي بيربط لي الأبحاث ببعض، اسمه Connected Papers. يعني بديله بحث معين وليكن مثلا بام ان قطر، تمام، هيبدأ بقى ان هو يعمل لي شكل يربط الحاجات ببعض. تمام، طيب خلينا نشوف كده بحث مثلا كنا عامله. طيب تعال نشوف مثلا البحث دوت. البحث ده كان عن الفاسيلتي مانجمنت، تمام، فبيقول للبحث بتاعك انت اقتبست من مين ومين اللي اقتبس منك وهكذا. فممكن يكون في بحث من الابحاث اللي انا مقتبس منه عجبك، فتبدأ ان انت تشوف المصدر اللي احنا خدنا منه. تمام، ده بحث كان خاص بالفاسيلتي مانجمنت، وكان الكيس ستادي بتاعه سيليا تريننج، ده موقع كانوا بيداروا فيه اثناء كاس العالم. فتقدر ان انت تشوف الابحاث المرتبطة ببعض.